السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واه محمد حسين موسى سيسي بول. معايا اليوم معاد. نحن بنسوي ردة فعل آخر مباريات الاتحاد مع اتفاق. طيب في لحظة حلوة يعني بقول لكم إياها، يعني في لاعب اسمه عمر داخل يعني لعب 6 دقائق يا نعم واخذ كرتين اصفر. وش سوى؟ طيب سوى خطا بسيط، اخذ كرت اصفر. أيوة. اول ما لمس الكره اول دفعه واحد. ايوه بعدين اول دفعه واحد اخذ كرت اصفر. كرت اصفر بعد اللي مس الكره. بعد اللي مس الكره مره ثانيه. أيوة. اخذ كرت احمر. عمر أيوة. داخل عمر خارج. عمر خارج عمر داخل وعمر خارج. والله هذا اصبحت يعني الاتحاد اصبح خارج. برافو قد راى تدخل وخطا. 6 دقائق احتسبها الحكم ميلوراد. بطاقه حمراء. اللي داخل اصبح خارج. فجر لايك وسوي اشتراك، يعني ايش اسمه القناة اذا عجبك المقطع له. هذا اتلتيكو مدريد اصلا بيشجع ايش اسمه الاتحاد. انتبهوا يا انتبهوا تعالوا بس لكن ما عجبك مع عمر داخل ما عجبك الله. المشكله الاتحاد هو نفسه خارج، زاد دخلوا عمر داخل، زاد خرج الباقي. يا حط سبسكرايب ان شاء الله اذا عجبكم هذا المقطع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ليالي يا ليالي قالوا ان الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي.